ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي صباح علو. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا بكم. بدأت أزمة العشوائيات في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، لكن كيف تفسر هذا الانتشار غير المبرر للعشوائيات في كل محافظات العراق؟ حقيقة حالة أزمة السكن هي أزمة ليست جديدة، وإنما يعاني العراق منها منذ مطلع الخمسينات ولغاية الآن. نعم. وازدادت بشكل كبير جدا أثناء فترة الحصار الذي فرض سوء كبير جدا في بناء أي شكل من أشكال السكن اللائق للمواطن حقيقة، مع نقص الموارد وغير ذلك. ولكن بعد 2003 ازدادت بشكل كبير جدا العشوائيات، وحسب احصائيات وزارة التخطيط ان هناك 3700 مجمع عشوائي في العراق، يتمركز 1002 منها في بغداد و700 في نينوى و720 في محافظة البصرة، وتوزع باقي العشوائيات على المحافظات بشكل عام. يسكن العشوائيات ما يقدر بحدود حوالي 3,300,000 مواطن، وهذا يشكل لنا أن نسبة الفقر بالعراق ترتفع وتزداد بشكل واضح. نعم، في هذا السياق وجود أي حل من قبل الدولة تماما في هذه النقطة، بالحديث عن الدولة والحديث عن الحكومة، إلى أي مدى ساهمت الحكومة بقراراتها غير المدروسة اقتصاديا واجتماعيا في انتشار مثل هذه العشوائيات في العراق؟ الدولة ساهمت بسبب سوء العملية السياسية التي تحتاج المواطن، وأعطته الحرية في التصرف الفوضوي في عملية العشوائيات وبناء المساكن في كل فراغ من فراغات المدن، وخاصة بغداد والبصرة والمدن الكبيرة بالعراق. وإضافة إلى دخول الإرهاب وداعش وغيره أيضا ساعد في عملية بناء العشوائيات، مما حصل من عمليات تهجير واستبعاد وغير ذلك. ولذلك نلاحظ الفساد المالي والإداري استثمر وجود هذه العشوائيات وسكانها أثناء فترة الانتخابات لعمليات وتوظيفهم باتجاه عملية الانتخاب وحصر بقاء الفساد في إدارة السلطة حقيقة. نعم. وإنما نعم. هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة حاليا في إزالة العشوائيات، ومن يدافع عن وجود العشوائيات، هناك خطين خطرين بالأحرى. الخط الأول هو عملية الاستعطاف من قبل القوى السياسية لجلب هؤلاء للانتخاب. والشيء الثاني، الجانب الثاني، وهو عملية استعطافهم في وجود حالة العطف من المرجعيات وغيرها التي تتعامل بشكل غير قانوني. نعم. مع عمليات تمليك لهؤلاء المواطنين الفقراء. هذا يقودنا لطرح سؤال آخر عما قدم شركاء العملية السياسية لسكان هذه العشوائيات. حقيقة شركاء العملية السياسية ساهموا بشكل سلبي وخطير جدا من خلال العقود الوهمية، من خلال عملية الوعود بعمليات التمليك وهي غير خاضعة ضمن مخططات المدن الموجودة في العراق، وخاصة بغداد وضواحيها والمدن الكبيرة. لذلك نلاحظ أن حالة الفوضى في عملية انتشار العشوائيات، واليوم يتخذون إجراءات دون وجود حلول سليمة وصحيحة، بل العمل على إزالتها دون وجود بدائل، ويشكلون هؤلاء حوالي 3.5 مليون إنسان أو مواطن موجود. لذلك نلاحظ
ستستثمر من أجل الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات وغيرها بشكل سلبي، وتبقى هذه العشوائيات. لكن الحكومة يجب أن ترعى بشكل واضح في وضع برنامج حقيقي لحل مشكلة السكن في العراق. كيف ساهم صعود الميليشيات ونفوذ السياسيين في تزايد ظاهرة العشوائيات؟ حقيقة وجود أي شكل من أشكال الفوضى في التخطيط السكاني والتجاوز على أموال الدولة يخدم بشكل واضح المعالم حالة الفساد السياسي والأمني والأزمات الخانقة وانتشار السلاح وغيرها، يخدم بصراحة كل شكل من أشكال الوضع اللا أمني الموجود في العراق. لذلك نلاحظ استثمروا هؤلاء نتيجة للفقر اللي موجود المدقع وعدم وجود أي شكل من أشكال الحلول السليمة والصحيحة. أقرب الطرق هو الانتماء لهذه الميليشيات أو غيرها التي ساهمت بشكل أو بآخر في خلق حالة الفوضى الموجودة في عملية الاستيلاء على أراضي عشوائية والبناء فيها. بتزامن مع قرار الحكومة في بغداد لإزالة المساكن العشوائية وتشريد آلاف المواطنين، هل حضرت الحكومة مخططا بديلا لإزالة مساكن هؤلاء المواطنين وتعويضهم على الأقل؟ ما زال لغاية الآن الدولة حقيقة أو الحكومة بالأحرى لم تضع مخططات سليمة وصحيحة لتوسيع عملية السكن، خصوصا الخاص بالطبقات المعدمة والمسحقة أو الفقيرة. حقيقة العراق يحتاج ما لا يقل عن 1,600,000 وحدة سكنية، وهذه ستزداد في الخمس سنوات القادمة قد تصل إلى 2,000,000 وحدة سكنية. ولم تباشر الدولة رغم وجود الإيرادات والأموال العالية جدا في البدء، وما بدت به من بعض المشاريع المتلكئة حقيقة تعاني بشكل كبير جدا. المشاريع التي وضعتها للإسكان تعاني من عدم الاستكمال وعدم المتابعة بشكل واضح، ولذلك نلاحظ لا توجد أي شكل من أشكال الجدية لدى سياسة الدولة في عملية الإسكان. الكاتب والباحث السياسي صباح علو كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.